اليوم بطلب من الجمعيات والنقابات اللي كتشتغل في قطاع النقل على الصعيد الوطني، كاين واحد الحركية غير عادية في المغرب بالنسبة للجمعيات اللي كتشتغل في قطاع النقل، يعني وبطلب منهم، وكاين بعض المشاكل على الصعيد الوطني كيعاني منها المهنيين. ارتئينا نجمعوا هذه المنظمات المهنية باش ندير واحد الملف مطلبين نتوجهوا به للسلطات المعنية. يعني هناك كاين احتقان في الساحة، احنا كمنظمة مهنية في هذا الإطار هذا، وبناء على الطلب ديال الإخوان ديال رؤساء الجمعيات والنقابات على الصعيد الوطني، ارتئينا ننظموا هذا اليوم هذا. هذا اللقاء تيجي من بعد واحد الغليان في صفوف المهنيين أرباب مقاولة النقل، نظرا للوضعية المزرية اللي تتقع فيها المقاولات ديال النقل حاليا بحكم الفوضى العارمة اللي تعرفها هذا المجال ديال النقل الطرقي، لا فيما يتعلق بالولوج للمهنة كاين هناك فوضى عارمة، وهذه الفوضى كتأثر على الممارسة داخل سوق النقل، بل كيولي العرض أكثر من الطلب، بطبيعة الحال كتنضحر الأثمنة، وأون باراليل كاين ارتفاع ديال أسعار التكلفة خصوصا سعر الغازوال، في حين أن السلطات العمومية تغض الطرف وتغلق آذانها عن مطلب أساسي للمهنيين هو إرساء مفهوم الغازوال المهني. قطاع النقل اليوم هو قطاع تيدخل ضمن الأنشطة الاقتصادية الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وبالتالي الحالة اللي وصل الاقتصاد الوطني اليوم ما يمكن يكون قطاع النقل إلا نموذج منها. فإذا خدينا اليوم التقرير نتاع البنك الدولي تلقاو فيه تراجع خطير في الرتبة ديال المغرب فيما يتعلق بمؤشر التنمية، كذلك التقرير اللي دار البنك الدولي على مجال اللوجيستيك في تراجع خطير في المغرب، يعني من كان مرتب في الدرجة 50 أصبح مرتب في الدرجة 150، واللي خطير هو أنه تيتصنف مور الكوت ديفوار، مور البناء، مور تونس، مور واحد العدد ديال مور مصر، مور واحد العدد ديال الدول، وبالتالي ما يمكن قطاع النقل الا هو يكون فيه هذا التراجع ديال المغرب في مؤشر التنميه وفي اللوجيستيك، ما يكون بالاسباب ديالو الا المشاكل اللي واقعه في قطاع النقل كذلك. هذا الغليان اللي كيمصوا في المهنيين، ارتأوا الاخوان القياديين في الجمعيات المهنيه انهم ياثروا هاد الغليان باش ما يخرجش للشارع، باش ما توقعش اختلالات حفاظا على السلم الاجتماعي، ولكن المحافظة على السلم الاجتماعي تقتضي إضافة للمجهودات اللي كيبذلوها المؤطرين أن تكون هناك كذلك تدخل ديال السلطات العمومية باش تساعد على تطير هذا الشيء، لأن الناس بلغ السيل والزوبة واليوم يمكن لهم يخرجوا بقرار ديال اتخاذ قرار بإضراب وطني لقطاع نقل الطرقي للبضائع.